كلها مشتاقه ليك يا محمد الحقيقه. منذ اعلنت قناه النادي الاهلي الوقت اللي اعلنت فيه قناه النادي الاهلي وجودك معانا وكلمني ناس كتيره جدا 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 الحقيقه نفسهم ان هم يشوفوك، نفسهم ان هم يتعرفوا عليك، نفسهم ان هم طبعا نفسهم الاكبر ان هم يشوفوك في الملعب. خلي بالك دي مسؤوليه كبيره جدا جدا. حاسس انا نفسي اشوف نفسي دلوقتي والله. يعني انا نفسي يعني الملعب وحشني والله، وحشني الجمهور، وحشني اللعب مع زمايلي، وحشني كل حاجه في في في, في الماتشات، اجواء الماتشات، كل حاجه وحشتني الصراحه. يعني لسه صغير، الاصابه جت في وقت صعب، بس الحمد لله صعب ولا حاجه، كله بيعدي، كله بيعدي طبعا وعدد. طبعا عدت عدت الصراحه، بس كانت صعبه عليا شويه يعني، بس الحمد لله يعني. الحمد لله. كانت اول اصابه كبيره ليك يا محمد؟ هي اول اصابه ليا في حياتي اصلا، في حياتك كلها يعني. انا كان جالي عين بس عين عين لا انا كان جالي والله يعني هو انا بس كان في الماتشات يعني كان جالي شد بس ايام ماتش الاهلي، يوم ماتش الاهلي ما كنت في وادي دجله، جالي بس شد كده خفيف وبتاع، وتاني يوم نزلت التمرين. لكن الاصابه اللي هي اصابه يعني دي كانت اول اصابه ليا. انت كام سنه يا محمد؟ انا 21 لسه. لا لسه ست شهور عدوا، لسه زغلول صغير. ست شهور عدوا كانهم ولا حاجه. لا ست شهور ايه؟ عدوا عليك انهم صعب ولا ست شهور في الاصابه؟ لا دي دلوقتي كده تسع شهور. تسع شهور كتير قوي. تسع شهور يا كابتن اسلام. كتير بصراحه، بس يعني الواحد بصراحه كان صبور والحمد لله، كان يعني مؤمن جدا بالله. نعم. نزلت التمرين امتى؟ نزلت التمرين من حوالي شهر كده دلوقتي. شهر يعني شهر. بقالك شهر تقريبا. بالظبط يعني. مع الفرقه الدنيا ماشيه كويس. جدا حاسس برجلك واقف عليها لا يعني هو كويس. هي كان اول بس اول مره نزلت كنت حاسس حاسس في حاجه غريبه، حاجه غريبه. حاسس بحاجه غريبه، لكن اتاقلمت يعني.